وسهلا بكم. لازلنا مكملين في حلقة الفنانة السعودية وعد، اللي هي صارت فنانة شاملة من قبل وبعد رمضان هذا، يعني دخلت عالم التمثيل. حول بدأ الحسد، بدأ الحسد. خليني بس أقول لك شيء ضحك. في عالية يار تقول أحد يروح يصلح الخصلة الطائرة بالغلط في شعر وعد بسرعة قبل ما تخلص الإعلانات. أعتقد تم إصلاح الموضوع. المارد أعتقد تدخل. طيب في سؤال ستج التمثيل، أعتقد وعد جاوبت في البداية. طارق الحماد يقول متى تتحجب؟ يا رب الله يهدينا إن شاء الله يا رب. طيب طبعا أشكر الناس اللي في ناس كثير يرسلوا لك سلام وتحايا. في أسئلة راح أعديها لأن أوريدي جاوبنا عليها. هي لعصابتي بعد. ليالي النجد تسأل تقول ليش ما تغني أغاني محمد عبده على العود خاصة وأن صوته حلو؟ أنا دائما أغني أغاني محمد. تعرفي على سيرة أغاني محمد، آخر عرس في الموسم يعني قبل رمضان في البحرين كان عندي عرس أنا وأستاذ محمد. طلعت قلت أنا الحين أنت معايا وش أغني؟ أنا في كل عرس أغني أغانيك، هل كيف وش بغني؟ قاعد يضحك. فأنا دائما أغني أغاني بس على العود، وأغاني فنان محمد موجود صعب يعني. لا هم يحكون أنت كتوثيق سي دي تختارين يعني أغاني بالعود بطريقة. ابشر يعني الفنان الكبير رابح صقر مثلا في اغاني لابو نوره وطلال غناها. طبعا حاب تعالي نقسم الشكوى. انا سويت اخر جلسه يعني سويت اغاني وسويت منهم كمان اغنيه لمحمد. فان شاء الله بسوي. في ناس يسالون من سوالك المكياج، بعدين قولي لهم. حاضر. لك ما تحبين لبسني مكياجني؟ لا غاده عطلة تستاهل، غاده مسويت المكياج. طيب. يقول في احد، والله هذا مدح جميل، يقول جمالها ببساطتها وضحكها بالنادر تلاقون واحده فنانه بنفس اسلوبها، يسعدها ربي وتعيش بين اهلها. الله يسعدك. ترى بنغر، شوف يا ويلكم ترى بنغر. وهذا سؤال من هذا كرشوه الاول، الثاني سؤالك. كم عمر وعد وبنتها؟ الاثنين. بقول كلنا على بعض يعني 35، احنا ثلاثه. احنا الاثنين بعد خلطه. ما تحبين تقولين عمرك؟ مو ما احب، لانه صرت كل الناس اشوفهم ما يقولوا ما يحبوا وانا بصير بزيهم، ليش انا اقول بعد؟ في عروض زواج عندك؟ في عروض زواج؟ ايوه مفضل عنزي يطلب الزواج. اوه بعد قبيلي وحركات ويلا والعنوز. ايضا والله هذا حلو، اعتقد انه يصب في رساله معينه تحتاج السعوديه الفتره الجايه. فاطمه تقول اخيرا السعوديين اتفقوا بنات وعيال على حب فنانه. تشعرين بالسعاده لما تسمعين هذا الراي؟ الله الحمد لله، الف حمد الشكر. ألف حمد الشكر يا رب. هذا دواء كحة، تعرفين دواء كحة صار الحين دارت بعد. يقول علي يسأل وعد ليش دائم تلبس أبيض؟ يوه على هالسؤال يا كثر ما يسألوني. طب بالله عليك، الكاميرا الحين قدامي، بالله عليك الأبيض مو يلوق لي؟ بكل تواضع ليش ما ألبسه إذا يلوق لي؟ ومع أنه يقولوا معلق عليه شيء حلو، ليش لا؟ مش غلط يعني. سؤال رياضي دائما ضيوفنا ينسألون، جاوبي بصراحة. تفضل. أبو حامد وش تشجع وعد؟ الهلال. هلالية؟ نعم. عصبة ولا؟ شوف دمي إذا تجرح يطلع أزرق. أوف للدرجة هذه. نعم. من لاعبك المفضل؟ ما أقدر أقول، كلهم أحبهم. هي قولي. لا ما أقدر. كلهم أحبهم. من القدامى طيب عشان تطلعين من لا الحب. لا كمان ما أقدر. يوسف الثنيان طيب؟ لا أكيد أحب يوسف. صالح النعيمة أحبه. طيب والله العروض الزواج مستمرة. ايش تحسين لما تجيك عروض تحت؟ تشعرين بالنشوة يعني؟ لا العروض الزواج اللي زي كذا تجيني اللي في السوشيال ميديا احسها كذا كانها بياخة واهانة بايخة يعني. لأنه وش اللي بتزوجك يقعد يقول لك على السوشيال ميديا؟ طيب ممكن تشوفها تغني في الجنادرية؟ والله جاني عرض مرة اني انا اغني في الجنادرية وفجأة اختفى. متى؟ اي سنة؟ قبل 3 سنين بالضبط. زعلتي لما في فنانات غير سعودية؟ طبعا زعلت جدا. اذا تفضل بحارب لأنه كان لك موقف؟ لا زعلت لأنه معليش إذا مهرجان طويل عريض زي مهرجان الجنادرية أنا ما أطلع، ولا فنانة سعودية اللي هو أنا يعني إذا أنا ما أطلع وأنا أروح أغني في مهرجان بعلبك؟ أنه مو قلة قيمة في مهرجان بعلبك، بس يعني أنه مهرجاننا إحنا السعوديين ليش لا؟ أوف عصبت صح؟ إيه لا بالعكس. في ريم تقول وش 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 سر رشاقتها؟ هذا السؤال كمان. سكروا فمكم تصيروا رشيقين. الرياضة صحيح، واللي يقولوا لكم اعمل رياضة واشرب موية لا، سكري فمك ولا تاكلي واجد تصيري رشيقة. في اي ار تي
اكس اكس اي اي ار تي قديم. ايه يقول خلي حسناء ترجع لسناب والله فاقدينها. صورة واحدة ست طبعا ترى. طبعا قلت لك شفت كيف؟ استاءت جدا حسنة من هالموضوع وانسوا انها ترجع وما حترجع ابدا. ابو بتال الهلالي يقول اخر مرحلة دراسية لك؟ الجامعة. اي تخصص؟ ما تخصصت لانه ما كملت لاني كنت ابغى مصرة اني انا ادخل موسيقى ولما ما صار لي نصيب ان انا ادرس موسيقى فقعدت زعلانة اخذت كورسات كمبيوتر. فيه ريميتا تقول متى تطلعين بنتك للإعلام؟ يا حول قلنا تو الحين خلاص خلاص. طيب جنوبية تسأل اسألها من ما عليكم زود اسألها من هو فنانها المفضل؟ في ايش؟ فنان المطربين يعني؟ فيه. محمد عبده. محمد عبده. محمد عبده. أولا ومن بعد؟ حسين الجسمي. كيف علاقتك بعبد المجيد وراشد؟ عبد المجيد موضوع ثاني. يعني غرام وانتقام، بس أنا بتكلم اللي مرة مرة يعني يعجبوني كفنانين الجسمي ومحمد عبده، وعبد المجيد أغانيه وأغاني رابح أحسهم يعني طبعاً أغار منهم، ودي أنص أغانيهم حقتي. وراشد؟ وراشد أكيد كمان. طيب أسير الغرام، هل نشوف دويتو لها مع الفنانة أحلام قريب؟ والله في مشروع أنا وياها يعني الحين أول مرة أنا أتكلم في الموضوع، في مشروع أنا وأحلام نبغى نعمل أغنية وطنية إن شاء الله. وليش ما يعني مؤجل ولا؟ لا مو مؤجل بس يعني لما فكرنا فيه قبل رمضان الحين عرفت؟ وكان شوية حوسة فيه في الأمور فإن شاء الله إن شاء الله يتنفذ. واحدة اسمها ميم تقول نبغى من وعد طلع أغنية للسمر. للسمر؟ إيه؟ الحين إحنا نقول إحنا ضد العنصرية نغني للسمر أكيد لا. إيه؟ إحنا لما نبغى نلغي لا الموضوع. لا يمكن قصة غزلاً يعني. يعني يراعوا خاطر السمر مثلا لا لا يا اسود لا 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 ممنوع لا ممنوع. طيب توعدين احلام انك راح تحفظين اكثر في المرات الجايه؟ والله يا احلام انت والله انا اوريكي يوم فاهد تفضحيني قدام الناس. طيب. في سحيم الدوسري يقول هل في تعاون مع مخاوي الليل؟ خالد عبد الرحمن يقصد. يا ريت يا ريت انا على فكره من جمهوره جدا حضرت الحلقه حقتك انت وياه بكل تفاصيلها. يا زين هالإنسان لم يتغير خالد سبحان الله وش هالإنسان اللي أخلاقه تسبق سمعة الفنية يا فظيع هالإنسان. ما حاولت يكون بينكم استحي كيف أكلمه ما أعرفه. طيب هو يسمعنا إن شاء الله يكون في تعاون على ريت الله يشرفني. يا ريت الناس يهنونك على أدائك في سيلفي. شكرا شكرا ترى صرت مغرورة جدا عاد الحين انتبهوا. ولد سالم يقول هل ممكن تجدين أغاني قديمة؟ اي انا عملت اخر البوم عملت نزلت جلسة وعد نزلت اغاني قديمة وجددتها وان شاء الله حاعمل جزء ثاني لانه مرة حاز اعجاب العالم. في حميد يقول انت والفنانة السعودية سارة الغامدي هل كنتوا اصحاب ايام بيروت وبينكم علاقة؟ لا والله انا سارة يعني اعرفها اكيد من يعني كذا كفنانين يعني بس ما كان في بيني وبينها علاقة قوية يعني بينا تليفون واحترام وتهنئة وكذا. اختفت هي الان. اي دنيا الوله ما هي علاقتك بالحسا؟ هل هناك هل عندك اقارب بالحسا؟ بالحسا؟ ايه؟ لا والله كان زوج اختي من الحسا بس انا بالنسبه لي كل مناطق المملكه احسهم كلهم اهلي ويقربون لي الجنوب والشمال والحجاز ونجد يا فديت نجد فانا بالنسبه لي كل المناطق. طيب واحد اسمه مدري يقول هل كنت تتوقعين نفسك مغنيه؟ ايه يعني حاسمه الفكره من بدري. هو تعرف اوقات مزعج لما تكون عارف وش تبي وقت كويس. الناس مصرة على سؤال على العمر ما أدري إيش فيهم. برضو يا أرتي تقول متى تنزل أغنيتك التركية؟ في عمل تركي؟ لا تركية وصلنا لا تراك لا الأغنية العراقية قصدها يمكن. أي. الأغنية العراقية إن شاء الله قريب في العيد حتنزل اللي هي كلمات سمر البحرينية والحان عبد الله الهميم وحيدر كيتار وإشراف وسيم حسن البطل وطيف عادل المكس. طيب نجوش تقول هل ممكن تغنين للنصر؟ أبداً؟ يقطع الصوت ما أسمع ترى ما ندري مع أنه شوف أنا أكثر صديق عندي في الكورة وكذا ماجد أحيي ماجد عبد الله صديق وأخ وعزيز جداً يعني شوف رئيسهم بس لكن أنا والنصر يعني خلينا كذا أصحاب بس أنا ما أدري عندي إحساس أنك راح تغني للنصر وعاد أنا صديقتي يعني وأصحابي جماعة النصر والرؤساء النصر وإلى آخره ولكن عاد إنني لا أستطيع. في مية تقول سويتي عملية بخشمك؟ لا أنا ماني عاملة عملية بس عشان لا أحد يسأل ثاني مرة في جزء ثاني في وجهي كله ماني عاملة ولا شيء أبداً كلك ما عملتي ولا شيء؟
لا عاد كلي لا تقعد تألف، يمكن عامله شيء ثاني ما ادري. انت بتخلني. طيب وش رايك بنوال الكويتيه؟ يا فديتها وفديت احساسها. هذه تسال امتنان. انا مره احب صوتها، ويعني لما ابغى انطرب واسمع في السياره واكون زعلانه وابغى احد ابغى اصيح بالقوه، يعني عرفت الاحساس هذا العالي. اكيد نوال تجنن. الناس طالبك انك تفتحين بوتيك في الرياض، انت قلتي وجهه نظرك. اعتقد انا سكرته مؤقتا ولكن ان شاء الله افتحه. طيب دكتور فلعوص، والله سيارتك المفضلة دعاية؟ لا مو بدعاية. أنا أحب المرسيدس، يعني أنا عندي سيارة ثانية وعندي سيارة ثانية وإلى آخره، بس أحب المرسيدس الكوبي تحديدا، يعجبني مرة. طيب تبيعين اللوحة حقت بيروت؟ لا طبعا، في لوحة ثانية تبي؟ خطيرة ذيك والله. عندي وما زالوا نفسهم. إيش أقولها؟ لا أقول إنه وعد 4-4-4؟ في 3-3-2-2-1-1 في مشهورة ذيك يا رسل. طيب احنا عموما الاسئله كثيره، واشكر الحقيقه تفاعلكم. في ماجد المراش يقول بليز خلها تغني شيء على ذوقها بدون موسيقى، يعني نختم. بلاش يعني مدام الابتهال بدون عود، ما تحرجني قصتك قدام الناس. لا والله بالعكس، ودي اسمع صوتك. طيب سيلي الموسيقى الباك. وش نقول؟ تعبنا وضحينا علشان بعض الناس، ويا ريت بعض الناس حسوا ولو مرة. أنا كيف أجيب إحساس للي بلا إحساس؟ ما شفت أنا خيرة ولا فكني شرا. الله الله الله، يسلم صوتك. خليك. احنا فقرتنا هذه انتهت، تعدكم الحقيقه وعد ان تحاول تجاوب على الهاشتاج، لانه والله في كثير اسئله وطلبات. ابد ان شاء الله. والله في اخواتك طالبين اغنيه القدس، مو بطلبنا، طالبين. اللي في ناس اللي موجودين هنا واللي ما هم موجودين. سوي نفسك ما تسمع، خليك شرير. ترى بيطلبونك في السحور، فخلي خلصي هنا الاغاني القدس. خليك شرير يا اخي. بعد السحور؟ والله نسيتها، اقسم بالله نسيتها، لانه كنت انا من ذو مبطي اغنيها وذبحوني. ذول اهلي شريرين يا اخي. طيب، احنا وقتنا انتهى في هذه، راح تجاوبين على الهاشتاج. اكيد وعد من وعد. اشكرك يا وعد. بعد الفاصل سحور يا اهل رمضان مع ضيفتنا العزيزة وضيوف الأعزاء اللي جونا من في ناس من المملكة العربية السعودية، في ناس من الإمارات كانوا موجودين. بعد الفاصل